بعد راس الحكمه الفجوه التمويليه لمصر يا سيدي الفاضل قد ايه؟ الفجوه التمويليه لمصر 28.5 مليار دولار. وكانك يا ابو زيد ما غزيت ولا رحت ولا جيت، عندنا فجوه تمويليه زي ما حضرتك شايف. تعالى نقرا مع بعض التفاصيل من مصراوي اللي بتقول لك قدر صندوق النقد الدولي الفجوه التمويليه لمصر من النقد الاجنبي بقيمه 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الوارده من راس الحكمه وتعزيز الاحتياطي النقدي. يعني بعد تعزيز الاحتياطي النقدي وبعد الفلوس اللي باعوا بيها وبعد ده كله عندك لسه فجوه واصله فجوه تمويليه من النقد الاجنبي الدولارات على الاقل يعني ب 28.5 مليار دولار. يبقى انت بتفحر في البحر زي ما قلت لكم اللفظ ده الاسبوع اللي فات. انت عامل زي اللي بيحفر يعني عمال تحفر في البحر بابره. ليه؟ بعت اصول وبعت ارض وجبت فلوس وجبت مليارات ولكن حجم الدين الداخلي والخارجي مهول، فما فيش حاجه بتظهر على البلد، كله رايح لتسديد الديون مش اكتر من كده. طيب برر لي شكرا. وزارة التخطيط بتقول لك الفجوة التمويلية في الدول النامية بتوصل 56%، فاحنا كويسين كده لما يكون عندنا فجوة تمويلية 28.5%. طب يا جماعة يعني فين الإنجازات؟ طيب فين القفز لما انتوا لسه بتكلمونا عن ان ده عادي وبيحصل في الدول النامية؟ الدول النامية دي ما عندهاش السيسي، ما عندهاش القفزات بتاعت عبد الفتاح السيسي. مش انتوا بتوهموا الناس بده؟ يعني ما تفهمش هم عايزين ايه من البشر، ما تفهمش هم يعني ايه اللي بيسعوله انهم يقولوا للناس ان الدنيا كويسة والواقع سيء. فلما نعرف ان الواقع سيء يقولك عادي ما زينا زي الناس، بس الناس ما بتبيعش ارضها زي ما انت بتبيع. الناس ما بيحكموش بلد اسمها مصر بحجم كبير زي الدولة المصرية. طيب تعال نروح، انا عندي خبر هنا الخبير الاقتصادي بيقول لك 50% عجز في الموازنة المالية. 50% عزن في الموازنة المالية، كارثة بكل المقاييس. ليه؟ لأنك هتروح تشتري، هتروح تاخد قروض تاني، تستلف تاني، تتدين تاني، وتفضل البلد عمالة تلف في الساقية، ساقية القروض والفوائد اللي على القروض وقساط القروض وكل ده من جيب المصريين. طيب تعال نشوف دخول مفاجئ من الخبير الاقتصادي الأستاذ هاني توفيق أو الدكتور هاني توفيق، وهو بيكلمنا ويبشرنا عن الأيام اللي جاية. والكلام ده بتسمعوه من خبير اقتصادي مش من حد أي كلام. طيب بيقولك أكرر، الأيام القادمة صعبة اقتصاديا على الجميع، فاحترس في تعاملاتك حتى مع أقرب الناس إليك، ولا تشارك صديقك في مشروع بحسن نية ودون دراسته جيدا من جانبك، لأنك في النهاية ستخسر استثمارك أو صديقك، وعلى الأرجح الاثنين معا. طيب أنا عندي هنا مريم على البث المباشر بتقول لي طب هنعمل إيه؟ أنتوا بتنوحوا بس؟ لا يا ستي، إحنا أصلا ما بننوحش، احنا بنقول الرواية التانية اللي النظام مش هيقولها لك. نعمل ايه؟ هنجيب لك حلول، ونعمل ايه؟ هنشارك حلول من حضراتكم هتقولوا نقدر نعمل ايه. انما احنا لا بننوح ولا يهمنا ان احنا ننوح، احنا يهمنا نوجد او نقول لحضراتكم اللي محدش هيقوله ليكم ابدا. نظام واعلامه بيتكلموا عن سويسرا، تفتح اعلام السيسي تحس ان انت في سويسرا والعالم كله بيقلدك. طيب بالمناسبة الوضع الاقتصادي ده انعكس على مكانة الدولة المصرية في كل حاجة بما فيها حتى قوة الباسبور المصري، جواز السفر المصري فين دلوقتي؟ وصل فين؟ تعال شوف معايا، مصر بتتزايل افريقيا في قوة جواز السفر وبتخرج من قائمة افضل 20 جواز سفر في القارة. مين قبلك؟ ما تتفاجئش لما تلاقي ان سيشيل يعني في المقام الاول بتدخل 156 دولة بباسبورها، موريشيوس بتدخل 151 دولة بباسبورها، جنوب افريقيا 108، بوتسوانا 91 دولة، ليسوتو 80 دولة، ناميبيا 80 دولة، اسوانيني 76 دولة، كينيا 76 دولة، ملاوي 76 دولة، تنزانيا 73 دولة، المغرب 71، تونس 71، الجزائر في المركز ال20، ده اخر مركز اهو
في المراكز العشرين بتخش 56 دولة. مصر خارج قائمة أفضل 20 جواز سفر في أفريقيا بتدخل 55 دولة من غير فيزا أو بفيزا من المطار. دي مين دي يا جماعة؟ دي مصر. مين أول دولة؟ سيشيل وموريشيوس وجنوب أفريقيا وناميبيا وكينيا وملاوي، كل ده قبلك، كل ده قبلك. بالمناسبة أكبر دولة في الدنيا عندها تمثيل دبلوماسي أو ممثليات دبلوماسية، سواء سفارات وقنصليات وبعثات طبية أو ملحقيات عسكرية، هي مصر. مصر عندها تمثيل دبلوماسي أكبر من أمريكا وأكبر من بريطانيا وأكبر من فرنسا وألمانيا. مصر الدولة رقم واحد في العالم في التمثيل الدبلوماسي، سواء سفارات أو قنصليات أو ملحقيات عسكرية أو طبية. ده بينعكس بقى عليك في ايه؟ ولا حاجة. بيصرفوا كويس او بيصرفوا كتير، بيعينوا قرايبهم في السفارات والقنصليات، بيلموا معلومات، المخابرات شغالة بيلموا معلومات كويسة عن المصريين في الخارج، بس خلاص. هل ده بيحسن علاقتك؟ هل ده بيفتح؟ انت بتسوانا قبل منك، المغرب وتونس مع احترامي طبعا والجزائر كينيا، كل دول قبل منك في قوة الباسبور. 55 دولة في العالم بس اللي بتسمح لك تروحها، يا إما بفيزا من المطار، يا إما فيزا إلكترونية، يا إما من غير فيزا. لا يعني يعني أقوية أقوية فعلا، ما فيش كلام. طيب صندوق النقد، عشان بس تبقى عارف إيه اللي جاي. مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة. مصر بتأكد لصندوق النقد إن اللي جاي هنشيل فيه الدعم عن أسعار الطاقة تماما. وبتقول لصندوق النقد، وصندوق النقد بيقول لنا، مصر بتدي تعهدات لصندوق النقد واحنا بنعرفها من الصندوق. الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية من 15 معيار. يعني هم حاطين لنا كده عندهم معيار 15 معيار علشان تمشي عليهم. مصر نجحت في 7 وفشلت في 8. مجد عبيده وهو زي ما قلت لك خبير اقتصادي بيعلق على الموضوع ده وبيقول لك ان ده يعتبر فشل. 7 من 15 يعني ساقط. دي نتيجة مصر مع الأسف في امتحان صندوق النقد. عشان كده بقول أنا مش متفائل وإن الدنيا وردي، إحنا عايشين اللون الرمادي حتى نتحول إلى لون ثابت. يعني اللي جاي ما بيطمنش في مجال الاقتصاد. صندوق النقد بيحذر مصر من العودة للتحكم في سعر الصرف وإقراض البنك المركزي. بيقول لهم ما ترجعوش تاني تتحكموا في سعر الدولار، لان واضح كده ان انتوا يعني حكومة ناويين او بدأتوا ترجعوا زي زمان وتتحكموا في سعر الدولار. مقابل ايه؟ مقابل بينعكس على السلع اللي تتقدم لحضرتك. في شركات بتغلي السعر علشان تعرف تقدم لك نفس الجودة. في شركات بتقول لك لا، المواطن لو غلينا السعر مش هيشتري، واصلا في حملات مقاطعه والناس ما هتصدق. فتلاقي شركه زي شيبسي تقول لك احنا هنخلي المنتج بنفس السعر بس هنقلل وزنه، هنخلي المنتج زي نفس الشكل يعني ونفس السعر، بس ايه اللي هيحصل؟ هنقلل وزنه. وحضرتك بالعاده ما بتاخدش بالك من مساله الوزن. يعني هيقول لك مثلا 100 جرام ولا 75 جرام، انت مش فارق معاك، انت المهم ان انت جبت كيس شيبسي ب10 جنيه زي ما بتجيبه وخلاص. بس ده بيقلل من الجودة اللي حضرتك بتحصل عليها في النهاية. صندوق النقد بيقول 4.5 مليار دولار متأخرات سداد عقود توريد المصرية للبترول. علينا توريدات، علينا متأخرات، يعني علينا ديون يا جماعة. دي بس المصرية للبترول 4.5 مليار.